إذا طبعا نحن هلق رح نحل أسئلة الدرس الحركة الاهتزازية، وفي عندي أسئلة نظرية باي خلف المربعات. وصلنا في الدور عند يسرى. أسماء شاركتي معنا؟ أسماء الشيخ أنسيلي شاركنا اليوم. أنسيلي شاركت أسماء ويسرى، فصار الدور عند ابتسام. أي تماما ابتسام، يلا ابتسام اختاري لنا مربع. اي انسي الازرق. الازرق يلا سؤالك يا عزيزتي، اختر الاجابه الصحيحه. يعني السؤال الاول، اول وحده، الوحده الدوليه لقياس التواتر هي؟ الثاني، الهرتز، المتر، الفولت. انسي بي الهرتز. اكيد. اي انسي اكيد. انا بقول الثاني. لا انسي الهرتز. متأكدي 100%؟ اي انسي، لان الثاني للدور. طيب شوف الإجابة. تماما شكرا لك يا ابتسام، ممتاز. جاء هي ثاني للدور. ريهام اختاري لنا مربع. انسي الاحمر. اولا اختار الإجابة الصحيحة طبعا اللي هو. ثانيا، تواتر الجسم المهتز يقدر بالهرتز ويساوي، عفوا هذا الثالث بس انا مرقم الترقيمي خطا، هو الثالث اختيار. تواتر الجسم المهتز يقدر بالهرتز ويساوي عدد هزات على الزمن بالثواني، عدد الهزات على الزمن بالدقائق، عدد الهزات بالزمن على الزمن بالساعات، ام عدد الهزات الكلي؟ عدد الهزات على الزمن بالثواني. ليه ما اخذتي مثلا بالدقائق او بالساعات؟ امثله لانه وحده الزمان هي الثانيه وليس الدقائق وليست الساعات. هي كمان الزمن عندنا يعني ناخذه بالدقائق وناخذه بالساعات، مو هيك؟ يعني كم ساعه تقولي لنا؟ الساعه واحده مثلا حسب الدقيقه بنحولها ل 60 ثانيه، يعني هي بالدوليه بنستخدم الثانيه. ايوه شكرا لك يا ريهام. إذا هي لأنها بالدولين ناخذها في الثواني، إذا أعطيني إياها بالساعة بنحول على الدقائق، إذا الإجابة الصحيحة هي عدد الهزات الزمن بالثواني. شكراً لك يا ريهام. إذا نعود إلى المربعات، بقي عندنا اللون الأخضر والأصفر، راح تشاركنا إسراء الضبعان. تفضلي إسراء اختاري لنا مربع. إيه أنسي مايك، أنسي الأخضر. يلا الأخضر. أولاً اختار الإجابة الصحيحة، وحدة قياس الدور هي؟ الثاني، الهيرتز، المتر، للجول. أنسي الثاني. أكيد الثاني للزمن. ليش عم تقولوا مزدور كمان الثاني؟ أنسي لأنه الثاني. كمان لأنه الثاني. أنسي لأنه هي زمن هزة واحدة. يعني هو زمن هزة واحدة وقياس الثاني. تمام بالضبط احسنتم. اذا لانه هو زمن هزي وحدي واللي هو بيقدر كمان بالثاني. شكرا لكم يا اصدقائي. طيب نرجع، بقي عندنا، وصلنا الدور عند محمد الشيخ، بقي اللون الاصفر. يا محمد ايش رايك؟ ايه انسي تمام، بس اذا في انسي بدي على شيء غير لون هذا مو كويس. لا ما ضل غير المشكله. يلا بنقبل. يلا لون الأصفر. ثانياً اكتب بين قوسين المصطلح المناسب لكل من ما يأتي، طبعاً يعني حتى يجينا هيك فراغ، وكاتبين التعريف، حركة الجسم المهتز إلى جانبي موضع توازنه. يا محمد سائل حركة الاهتزازي. حركة الاهتزازي، نعم شكراً إليك يا محمد. طيب رضي الحسون، كمان المصطلح الثاني اللي هو حركة تكرار نفسها خلال فواصل زمنية متساوية. حركة دورية أنسي. نعم حركة دورية. نعم حركة دورية. هذا بالعكس مثلا بجيبوا لك، بدل ما يجيبوا لكم عرف ما يلي، جايبين لكم التعريف وبس انتم بدكم تخبروا لمين هذا التعريف. بالعكس هذا المصطلح، يعني نكتب لهم اياه. تمام يلا. روان الحناش، أقصى إزاحة يصنعها الجسم المهتز عن موضع توازنه، شو هو؟ ساعة الاهتزاز. إذن سيات الاهتزاز أو السيات نفس الشيء. أي جلول، شو رأيك شاركة معنا؟ آمينة، جمال، إيه أنسي مايك. يلا آمينة شو رأيك؟ أي عفوا، إيه أنسي مايك. يلا السؤال، عدد هزات الجسم المهتز في وحدة الزمن،
لمين التعريف؟ لمين هذا؟ أنسي التوتر؟ إذن التواتر، تمام؟ تمام أنسي. هلا في فرق بين التواتر والتوتر. التوتر هذاك لفرق الكمون للكهرباء،